يحسبه. ما شاء الله. اول شيء خلينا نتفق على شيء، ان اداره التكويت متخاذله مع الكونتراكتس كلها. لدرجه ان كنا ندش عند تيم الاداريه بالتكويت نشوف الدروع والكؤوس. صح. على شنو يعني ما يعطونا الا في مقابل بهالشيء. انا حالي حال ربعي، ملابي زود عنهم ولا ناقص. مطالباتي مثل ما انت قاعد طالب يا ابو هادي، وسعيك مشكور عليه. الله يسعدك. وبيض الله وجهك. وجهك. ما عندي شيء الا نقطة صغيرة بس، يمكن في بعض العقود بالكي او سي اذا تزوجت ما تنزل لك 150 مالت الدلجة. هذا عندك انت مشكلتك بالكي او سي. احنا شركتنا وشركة بولجار. اي انا بحب هذا. فلما نتزوج راح ينزل لك 50 دينار. بحكم ان لما ناخذ شهاده راتب تفصيليه راح ينكتب بدل ايجار 100 دينار. هذه نقطه مهمه بعد. هذا بحب انا وايد ناس مو ضروري. صحيح. وما عندي الا سلامتكم. صلوات الله على النبي. شنو قضيه اخواننا في الكي دي سي وبرجر؟ محمد. قضيه ابراهيم، في قضيه اخواننا في الكي دي سي شركه حريات وبرجر. يعني يدخلون لهم من ضمن الراتب اللي مال كيو سي نفسه مال التكويت يقتصون 100 دينار ويقول له هذه بدل ايجار. بدل سكن شباب. بدل سكن. أجر سكن. قال له يا 100 دينار. فأنت قصة من حقه طال عمرك المقدم على اللي هي